احنا جايين من القاهره بمجموعه 42 فرد، وكان الاتجاه ان احنا نوصل كاترين عن طريق شرم الشيخ في التقاطع اللي هو قبل اللي ما بين ان انا ممكن اخد الطريق بتاع فيران او اخد طريق شرم الشيخ. حصل ديل معين مع جماعه من البدو ان احنا ندخل عن طريق فيران اللي هو الطريق العادي ومش هيحصل مشاكل، والكلام ده كان بموافقة الكمين أو اللي على الموجود على التقاطع في الطريق. فمشينا بعد 10 دقايق بالظبط، 10 كيلو من التقاطع اللي هو الموجود، ظهروا من تحت الأرض عربيتين 4x4 تويوتا، 6 أفراد ملثمين، نزلوا السواقين ونزلوا التأمين السياحي اللي معايا، وطلعوا الأتوبيس نزلوا فردين منهم اللي هم البنتين سارة وزيليا، وسألوا عني ونزلت بطبيعة الحال. طلعنا في عربيتين، دخلنا في جبل مسافة معينة. في الطريق كانوا بيهدوا الناس، قالوا ان انتم مش مقصودين بالقصة، احنا في رسالة معينة بنوصلها، في احكام مطولة عليهم، في قصة شرم الشيخ اللي هي بتاع الصرافة الشهيرة، حصل انهم شافوا ان في 2 قتلوا غدرا حسب وجهة نظرهم، وشافوا ان في 2 تانيين مفروض ان هم يفرج عنهم، فهم بيضغطوا على لهذا. مزبوط. كان في وعد بان هم يخرجوا، استلموا خدوا الوعد ده من لواء ما اعرفش شرطة او جيش، وما ما حصلش الوفاء بالوعد حسب كلامهم. فبالتالي هم عودوا الكرة تاني بعد كوريا أو بعد الكوريين وبعد الأمريكان، عودوها للمرة التالتة على الإطلاق. مش معنى كده أن هم نفس الجروب أو نفس الشخصيات، بس هم عملوا نفس القصة، محاولة منهم للضغط للإفراج عن الناس دي، وهكذا. بعد حوالي الساعة 11 بالليل كان بدأت نوع من المفاوضات معينة، بدأ مراسيل من نوع معين، بدأ يظهروا ناس أكثر لطفا ولغة أكثر يعني. كان احساسهم ايه؟ كان احساسكم ايه هناك وانتم موجودين؟ لا، احساس لحظه الاختطاف هو اللحظه الشهيره، اللحظه المفزعه يعني، لحظه ضرب النار على في الهواء والملثمين ويطلعوا اتوبيس، دي اللحظه المخيفه في اكثر لحظه مخيفه في الموضوع. لكن بعد استقراركم هناك في المكان في الجبل كان في شعور يعني؟ شرحت للناس ان هو المقصود بيهم، المقصود بيها قصه تانية، ان هنا الاختطاف في مصر مش بالتبعيه يعني فقد الحياه او يعني الاغتصاب او يعني حاجة تانية بالمفهوم الأمريكا اللاتينية اللي هو جاي منه، اللي هو بيخطف عشان الفدية أو عشان الجنس أو عشان حاجة تانية. فأنا فهمت لا، ده هنا العرب أهل كرم وأهل فضل، فليهم يعني. المجموعة اللي كانت مع حضرتك نحب أن حضرتك يعني هم يقولونا بنفسهم كان إيه شعورهم أثناء بعد عملية الخطف بالضبط، هم موجودين هناك بعد ما وصلت لهم فكرة أن مش هم المستهدفين من العملية، كان ايش شعورهم ساعتها؟ لا الشعور كان عادي جدا. انا ممكن اسالهم زيليا ساره اللي استا بيرغونتاندو نومي جامي اسما بيرغونتا كي فوسيس اشارون دي بوز كي فوسيس ديسكوفير كي نو سون فوسيس اس انتنسيوناداس كي نو فاي سير اغريديتاس كي فوسيس سنتي كي فوسيس بيرسيبيرون كي فوسيس اشارون دي بوز دي اسا اسا سيتواسيون تودا كي ا جينتي ا فولتا برا كازا ان سيغورانسا لوغو نو ايا ديمورا مويتو. هو في اللحظة دي بعد ما وصلت لهم الرسالة دي، رسالة الطمأنة ان هم مش المعنيين بالموضوع، حسوا ان ممكن يخرجوا وممكن ما يتأخروش كتير وممكن يوصلوا بأمان لبيوتهم يعني. بعد ما الموضوع ده حصل، هم دلوقتي حاسين ان مصر فعلا بلد امن وامان فعلا زي ما يقولوا ان اللي حصل دوت حالة عرضية مش هم المقصودين بيها فعلا، ولا وجهة نظرهم اتغيرت؟ اللي بيرغونتا سي فوسيس عشان عايندا كي جيتو ان بايس دي سيغور um lugar seguro, ou essa situação que aconteceu ontem mudou um pouco do dogma de vocês acerca desse tema? Depois de tudo que aconteceu, eu permaneço com a mesma ideia. Esse país é seguro porque vocês fizeram com que nós fôssemos resgatados. Então, só tende a melhorar daqui para frente. E nossas orações vão ser para que esse país cresça como o Brasil está crescendo. لا، بيقولوا ان هم ما غيروش من انطباعهم عن مصر، هم لسه بيحسوا ان هي بلد امنه، وان اللي حصل ما غيرش من الموضوع كثيرا، وان هم بيصلوا لهذا البلد من اجل رخاءه واستخاره وان هو ينمو كما تنمو البرازيل. اخيرا